ببعده عن صخب المدينة وضوضائها، يوفر موقع عين سردون المحاط بحدائق خلابة فضاءً مثالياً لعشاق الرياضة لممارسة العدو أو المشي أو ركوب الدراجات الهوائية. وخلال شهر رمضان المبارك يعرف الموقع إقبالاً كبيراً من قبل الزوار من أجل ممارسة الأنشطة الرياضية المفضلة بالنسبة لهم، ومن أجل الاستمتاع بالمكان الواقع بمرتفعات الأطلس. كنمارس هذه الرياضة هذه بالفطور باش ننظف الجسد ديالي، نتمتع بهاد المناظر الجميلة اللي كاينة في الجبال ديال بنت بلبلال، وكنصحب جميع الشباب باش يتحركوا شويه. على غرار عين سردون تستقطب باقي الفضاءات الطبيعيه والخضراء لمدينه بني ملال عددا كبيرا من الرياضيين والمواطنين خلال شهر رمضان، رغبه منهم في الاستمتاع بالهدوء وجمال المناظر الطبيعيه او من اجل ممارسه انشطتهم المختلفه.